جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أرجو إعلامي عن كيفية التيمم بالتفصيل. التيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ولوضوءه، فإنه في هذه الأحوال يعدل إلى التيمم. قوله تعالى: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم في الحديث الصحيح بأن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. ولا بد أن يسبق ذلك النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك التسمية على مذهب الإمام أحمد تكون واجبة أو مستحبة عند الجمهور، التسمية. وكذلك الترتيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بالوجه ثم بالكفين. نعم.